أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلوم. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام على المكسور ضلعها، السلام على المغيب قبرها، السلام على المحروق بابها. يا زهراء سلام الله عليك. يلا جميعا شباب، يا زهر ما شاء الله سلام الله. لعن الله الظالمين لكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لغى لقد أضيع قدرها. آخ يا فاطمة، لقد أضيع قدرها حتى توارى بالحجاب بدرها. تجرعت من غصص الزمان، ما جاوز الحد من البيان، وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب. إن حديث الباب ذو شجون، بما جنت به يد الخؤون. أيهجم العدا على بيت الهدى ومغبط الوحي ومنتدى الندى؟ أيضرم النار بباب دارغ وآية النور على منارغ و
وبابها باب نبي الرحمة وباب أبواب نجاة الأمة. ويلي 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 سعد الله قلبك مولاتي يا زغراء يا بالباب غباب العلي الأعلى فثم وجه الله قد تجلى ما اكتسب بالنار غير العاري ومن ورائه عذاب النار لكنك سر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر إذ رد تلك الأضلع الزكية رزية لا مثلها رزية وجاوز الحد سامحني سيدي يا صاحب الزمان وجاوز الحد بلطم الخد شلت يد الطغيان والتعدي فاحمرت العين فاحمرت العين وعين المعرفة يا تذرف بالدمع على يا تلك الصفة ولا تزيل حمرة العين سوى بيض الصيوف يوم ينشر اللواء إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. يقول الباري عز وجل في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. عطروا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. هذه الآية الكريمة الآية رقم 5 من سورة فاطر تأخذنا إلى ميدان تشخيصي، ميدان فكري، ميدان علاجي، لأن هذه الدنيا لا هزل فيها. يجب على الإنسان أن يأخذ هذا الموضوع على محمل الجد ومحمل الاعتقاد، لأن الموضوع نأخذه على محمل الجد لأن لا هزل فيه، نأخذه على محمل الجد لأن لا هزل في الدنيا وإبليس،
وهذا هو لسان ومنطق المعصوم الإمام علي سلام الله تعالى عليه، يقول: وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها. إذن لا نقاش في المسلمات، ولا نحتاج إلى توضيح الواضحات، لأن الإنسان عبر التجربة وقد سمع الكثير، والقرآن أخبرنا بقضايا مهمة جدا قد وقع فيها أناس كثيرين، منهم من سقط في الجام، ومنهم من سقط في المال، وغيرها من هذه الأمور. لذلك إبليس يتعامل مع الإنسان، يتعامل معه بالغش، لا يتعامل معك بالمصداقية. إبليس يريدك أن تكون عبدا له. شوف الآية القرآنية: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. عندما تمر هذه الآية على أسماعنا، يجب علينا أن نقف عندها وأن نتأملها وأن نحصل منها الزاد والمعرفة. إبليس يريدك أن تكون عبدا له، مطيعا له، هذا شغل الشاغل إبليس، وهي الدنيا تزين لك كل ما فيها، وأنت أيها الإنسان إما أن تذهب وراء تلك الملذات والشهوات أو لا تقف. أهل البيت عليهم السلام، الإمام علي عندما كان يمشي في أزقة الطرقات، في أزقة طرقات الكوفة، كان ينبه الناس من الدنيا، كان ينبه الناس من إبليس، وكان يقول: تزودوا فإن خير الزاد التقوى. على الإنسان أن يتزود في هذه الدار، هاي دار التزاحم، دار الابتلاء، دار بالبلاء محفوف. الإمام علي يقول سلام الله تعالى عليه، أعطيك هاي القصة: ذي القرنين هو من الملوك الأربعة الذين احتلوا العالم، وكان ملكا صالحا. يوم من الأيام، ذي القرنين مذكور أيضا في سورة الكهف، يوم من الأيام أراد أن يخرج بجيشه طالبا عين الحياة. وصل إلى مكان يسمى بوادي الظلمات، وقف ذي القرنين وخطب بالجيش وقال لهم: إحنا لفيتين لوين؟ إلى مكان فيه ظلمة شديدة، أقدامكم رح تطأ شيء، اللي بياخد منه رح يندم، واللي ما بياخد رح يندم، الندامة في الحالتين. المهم ذي القرنين بدأ يمشي وراح جيشه وراه، وبالفعل بلش الجيش تطأ أقدامه على شيء، فانقسم الجيش إلى فريقين، منهم من قال: نأخذ طالما الندامة واقعة، والطرف الآخر قال: لا، ليش بدي تعب حالي، عندنا مسافة طويلة وسفر طويل، فبلا ما أخذ طالما الندامة واقعة. عندما وصلوا إلى النور لأخذ من ذلك الشيء الذي كان على الأرض، نظر وإذا بين يديه مجوهرات وذهب، فندم لماذا لم يأخذ أكثر. ولما أخذ ندم ليش ما أخذ؟ أريد أن أوصلك إلى النتيجة. ما حدا يغتر بعمله ويقول: أنا بعمله، بصلي وبصوم وبقرأ القرآن. ليش؟ لأنه حتى الإنسان يوم القيامة، الإنسان المؤمن يندم لماذا لم يفعل أكثر لما يراه من تلك الدرجات العظيمة والمنازل الرفيعة. لنرجع إلى الدنيا وإبليس. الإمام علي يعطينا دواء، علاجا، عندما يقول: وواعظه من نفسه. الإنسان عندما يكون لديه واعظ من نفسه تنحل الكثير من الأمور. أيها الأحبة، يوم من الأيام، أو قبل أن أدخل في القصة، الإمام الجواد عليه السلام في حديث مسند ومعتبر يقول:
المؤمن يحتاج إلى ثلاث. ما هي هاي الثلاثة أمور؟ توفيق من ربه، وقبول ممن ينصحه، وواعظ من نفسه. كلمة هون بواعظ من نفسه، أنا شلون بعرف إذا كان عندي واعظ من نفسي لو لا؟ كيف بعرف؟ أعطيك ثلاث علامات وثلاث دلائل. إذا أنت أخطأت تندم أو لا؟ وعندما تندم تعترف بذنبك أم تأخذك العزة أو تتكبر؟ من بعد ما اعترفت بصير عندك اعتذار أو لا ما بتعتذر؟ لنضرب مثالا اليوم بالحياة الزوجية، في رجل وفي امرأة ولابد من خلافات، ومو بس مع الزوج والزوجة، ممكن الجار مع جاره، يمكن الصديق مع صديقه. لنفترض صار في مشكل في البيت، إذا الزوج غلط مع الزوجة أو العكس صحيح، إذا الزوجة غلطت مع الزوج، بيدخل الندم، تجي بتعترف، تجي من بعد ما تعترف بتعتذر من زوجة أم لا؟ صدقوني أيها الأحبة، إذا بيدخل في كل قضية الندم 1% فقط، تخمد النيران، ما عاد بتكبر القصة، ما عاد بحاجة إلى شيخ يتدخل، تنتهي بأرضه في 5 دقائق، بس يدخل الندم 1%. لذلك هاي 3 علامات على قضية وواعظ من نفسه. كيف يعرف الإنسان أن عنده واعظ من نفسه؟ وهذا بحث عميق، أنا أختصر، هذا بحث يحتاج إلى وقت طويل أيها الأحب. نذهب إلى جويبر والزلفاء حتى نشوف نطبق هذه المسألة، واعظ من نفسه، على شخصية جويبر وشخصية الزلفاء. جويبر كان عبدا أسود، وكان لا حسب ولا نسب، وكما تقول الرواية أنه كان قبيح المنظر، مش حلو. يوم من الأيام يأتي إلى رسول الله لكي يعتنق دين الإسلام، فأسلم على يدي الرسول محمد صلى الله عليه وآله لذكره الصلوات. دخل في الإسلام جويبر وصار ينام في المسجد، وصارت الناس تدخل في الإسلام وكل واحد ما عنده دار كان ينام في المسجد، إلى أن يوم ضج الناس أنه صار في عدد كبير عم بينام في المسجد، فيا رسول الله خليهم يفسحوا مجال للعبادة، للصلاة، لتلاوة القرآن. فالرسول الأكرم بنى لهم مثل سقيفة، بيت صغير، فصاروا يلتجئون إليه. يوم من الأيام الرسول كان يتمشى فينظر إلى جويبر، قال له: يا جويبر، ألا تريد أن تتزوج؟ فنظر إلى رسول الله، قال: يا رسول الله، كيف أتزوج وأنا لا حسب ولا نسب؟ وعلى فكرة كان كبير في السن جويبر، مو شاب يعني. قال له: لا مال وما عندي بيت، كيف أتزوج؟ من يقبل بي يا رسول الله؟ فقال له: الموضوع عندي يا جويبر. فكتب رسالة إلى زياد، ومعروف كان في أشراف قومه الأنصار، وكان تاجرا كبيرا، فبعث له رسالة مع جويبر. كتب في الرسالة: الرسول الأكرم، يا زياد، زوج جويبرا من الزلفاء. راح حملها جويبر وراح إلى زياد. زياد كان قاعد بين القوم، فدخل جويبر عليه، قال: يا زياد، إن لك معي أمانة ورسالة من رسول الله، أتريد أن أطلعك عليها أمام القوم؟ قال: لا بأس. أعطاه الرسالة وقال: يكون لك، زوجني من ابنتك الذلفاء. أفكر هذا امتحان صعب كان لزياد أيضا. المهم، فقال له زياد: يا جويبر، نحن لا نزوج
بناتنا إلا أكفاء الأنصار. مش لمين مكان منعطي بناتنا. فوضع رأسه جويبر في الأرض وأراد أن ينصرف وهو ظاهر، فقال: والله ما بهذا نزل القرآن ولا هكذا قال رسول الله. فسمعت الحديث الذلفاء، وفي بعض الروايات يكون اسمها الدلفاء. الزلفاء كانت امرأة جميلة بحسب ما موصوفة في الرواية. المهم، وخرج جويبر، راح حتى يرجع إلى رسول الله، فنادت الذلفاء أباها زياد، قالت: يا أبا، ألم يأتك برسالة من رسول الله؟ قال: بلى يا بني. قالت: افعل ما تؤمر يا أبا، افعل ما تؤمر. شوف، هذا الإيمان، هذا المحرك، هذا الواعظ من النفس تحرك عند الذلفاء. هذا الإيمان حرك هذا الواعظ من النفس. قالت: ابعث من ينادي. راح بعث من ينادي، ورجع جويبر. رجع جويبر وراح هو إلى رسول الله، فقال: يا رسول الله، قد بعثت رسالة أن أزوج جويبر من ابنة الذلفاء، ولكن يا رسول الله، أنت تعلم أننا لا نزوج بناتنا إلا إلى أشراف القوم من الأنصار. شو بدك يقول له رسول الله؟ التفتوا معي. قال: يا زياد، ولكن جويبر مؤمن. جويبر شو؟ مؤمن. اليوم نستغرب في مجتمعنا، خصوصا في بعض البيوت المتدينين، عندما يأتي إنسان فقير مثلا ولكن صاحب روحية وأخلاقه جيدة، بيخلوه يفل بس لأجل بعض الأمور المادية. وين منهاجنا وانتهاجنا بنهج محمد وآل محمد؟ ألم يقل رسول الله: من أتوكم ترضونه دينه وخلقه فزوجوه؟ هاي قضية يجب على كل منا أن يلتفت إليها. المهم، لنرجع إلى القضية. فراح قال له: يا جويبر، عندك بيت؟ قال له: لا. فراش؟ لا، ما عندي شيء. ففرشوا له بيت وجابوا له بيت لجويبر، وأخذوا إليه الذلفاء وزوجوها من جويبر. المهم، مرأت أول ليلة وتاني ليلة وتالت ليلة، ولم يقترب جويبر من الذلفاء. عجيب. فعلم زياد بالخبر، فراح واشتكى إلى رسول الله، قال: يا رسول الله، قد طلبت مني أن أزوج جويبرا من الذلفاء، ولكنه هذه الليلة الثالثة ولم يقترب من ابنة الذلفاء. بعث إليه رسول الله، قال: ما القضية يا جويبر؟ ألست برجل؟ قال: بلى. ألا تحب النساء؟ قال: بلى. قال: إذن لماذا لم تقترب من زوجتك إلى اليوم؟ قال: والله يا رسول الله. شوف الواعظ، من الواعظ الذي يكون محركه من النفس. قال: يا رسول الله، لا زلت منشغلا بالشكر والحمد لله عز وجل على ما أعطاني من النعم. وتزوج جويبر من الذلفاء وأنجب أولاد وعاشوا حياة سعيدة، وختم حياته بالشهادة في إحدى الغزوات مع رسول الله. لذلك الله عز وجل أيها الأحبة ينظر إلى هذه الحركة، مرة تكون المحرك من الداخل ومرة يكون المحرك من الخارج، ولكن أفضل محرك هو عندما يكون من الذات، من الداخل، عندما الإنسان يصبح هذا التحرك من الداخل. لذلك هذا التحرك الله ينظر إليه. الله ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى صوركم، ينظر إلى النية، إلى داخل الإنسان. لذلك عندما يكون لدى الإنسان واعظ من نفسه، تنحل كثيراً القضايا، وخصوصا قضيته مع الدنيا وإبليس.
عندما الإنسان لا يكون لديه واعظ من نفسه يكون كمن هجموا أصحاب الحقد المغلول، هجموا على دار علي. كذلك الذي يبتعد عن الله، تشوف لما تصير الدنيا متربعة على عرش قلب هذا الإنسان لا يبصر بعدها. وكانوا يسمعون ما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في حق فاطمة: فاطمة روحي التي بين جنبي. الله يا رسول الله، كان يقول أم أبيها فاطمة: من آذاها فقد آذاني. هاي فاطمة التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، مو أي إنسان عادية، هاي الزهراء يا ناس. الزهراء سلام الله تعالى عليها في ذلك اليوم المشؤوم هجموا على دارها وجاءوا برزمة الحطب وضعوها على باب دارها سلام الله عليها. فتفاجأ بعض القوم أن الزهراء في الداخل، قال: إن في الدار فاطم. شوف هذا اللعين الذي استحوذ عليه الشيطان، قال: وإن أدرم النار في رزمة الحطب احترق قسم من الباب، يا زغراء ماذا فعل اللعين؟ ركل الباب برجلي وأسند ظهره على الباب. مولاتي فاطمة صار بيها، مولاتي فاطمة لانت خلف الباب رعاية للستر والحجاب. يقول اللعين: أحسست بها خلف الباب، يقول: فعصرتها فاطمة، حتى نبت ذلك المسمار في صدرها وأسقط الجنين ذاك المسمى محسنا. ساعد الله قلب مولاتي زينب، من صغرها متعودة على المصائبها. زينب تنظر الظالم خلف الباب يعصر غاية، راح بقوته يعصر وضلوع الزغرة كسر غاية. صاحت زينب بوجهه: عوف أمي ولا تضربها، والله شال إيدك شال إيده ولطم خدها، ومحنة أم غشافت. أين المنادي وفاطمة وفاطمة؟ والله خلف الباب شافت نار وآثار الجريمة جذوع، وإيد الزغرة محروقة ومن غمها الشمال ضلوع. والله شافت دم أثر على الباب وسالت على الخدود دموع. يا خفية لأن يما وشافت إيد لطمتها. تخيل طفلة شافت المشهد، ها شو تسويها؟ والله رقدت زينب
وصاحت يا ظالم قوم عن الباب، ما اتحمل المنظر طلع امي بكسر ينصب. اي والله ينصاب وراحت تدفع الظالم ومدمع غايه السجاب. ذبغه وعلى الارض ذبغه وزاد عليه عصرتغه. لكن خليني اصور لك مشهد، هاي مشهد عاشوراء. زينب يا زينب تقول مشاهد كلها تتكرر، اليوم العاشر بعاشور شافت اعظم مصيبه، صدر المنذبح مكسور. حسين يا وشمر جالس على صدره بسيفه يذبح المذبوح، وراسه على رمح شاله وسالت ويلي دمعته. اخ مولاتي يا زينب عندما جن الليل جاءت مولاتي زينب كعادتها الى امها لتجلس في حجر غام، تضمها آخ. لكن هاي المرة مولاتي فاطمة قالت يا زينب بني لا تأتي يا زينب. قالت يمه ليش انت زعلانة مني يمه؟ قالت لا يا قرة عيني يا زينب. لكن يمه ليش؟ اسمع الزغرة شنو تجاوبها؟ مو بيدي، مو بيدي مكسرة ضلاعي يا بني، مو بيدي، مو بيدي. زينب لا تلحين علي، زينب لا تلحين علي. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بمولاتي فاطمة. مولاتي الزغراء كانت المدافع الأول عن أمير المؤمنين، عندما قادوا عليا لحقت بي مولاتي فاطمة وقالت خلوا عن ابن عمي. ولم ترجع مولاتي الزغراء إلا وكان أمير المؤمنين معها، لكن روحي فداها. مولاتي يا فاطمة ابنتك زينب خرجت يوم عاشوراء في طلب وليها، وإذا بولي الحسين على رمضاء كربلاء جراحاته تشخب دما. وبعدها وخده على وسادة من التراب، وعطشان أبا عبد الله إيه وقعت عليه تشمه زينب تضمه إلى صدرها. أنا زينب يا روح زينب صبر أيوب من صبري، بس ساعة إجا الميمون إجا ينعائلي عمري. قمت أسعى إلى الحومة وعندك بس نفذ صبري.
وعندك بس نفذ صبري اللي جيتك طايح ومدمي ونزيف دماك مدرار اريد تضمك الى صدري بس جاني عدو ذباح شيريد يا زينب يا خايب لا تحز نحرا لن تقني على متني ولحظة وراسك فوق لرمح يلالي على رمح عالي وبناتك خويا بلا يخمر آخ وبقيت مولاتي فاطمة تعاني تتألم من ضلع المكسور إلى أن أتى ذلك اليوم وقالت يا أسماء أنا داخل حجرة غاذي أصلي نوافلي وأقرأ القرآن إذ انقطع صوتي فنادني فإن لم أجبك فاعلمي بأني قد لحقت بأبي رسول الله وبالفعل مولاتي فاطمة اغتسلت لبثت ثوبا جديدا ودخلت إلى حجرتها تقول أسماء بينما أنا أسمع صوتها بتلاوة القرآن إذ انقطع صوت مولاتي فاطمة ناديتها يا زغراء يلا مع أسماءها يا زغراء يا آخ 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 أخذت تركض أسماء دخلت إلى حجرتها تقول أسماء وإذا بمولاتي فاطمة ممددة نحو القبلة الرداء على وجهها تقول كشفت الرداء عنها يا رسول الله يا صاحب الزمان وإذا بمولاتي فاطمة قد فارقت روحها الدنيا أين المنادي وفاطمة أيوة سيدتي تقول أسماء أصبحت في حيرة من أمري الآن يرجع الحسن والحسين ويسألان عن أمهما فاطمة ماذا أقول لهما تقول بينما أنا كذلك وإذا بالباب يطرق تقول فتحت الباب وإذا بالحسن والحسين على الباب أسماء أين أمنا فاطمة قالت لهما يا سيدي إن أمكما نائمة قالا وما ينيم أمنا في مثل هذا الوقت هذا وقت عبادتها يا أسماء عند ذلك قالت لهما اجلسا حتى أقدم لكما شيئا من الطعام وهذا آخر طعام يأكل منه الحسن والحسين من يدي فاطمة عند ذلك قال لها يا أسماء من أين علمت أننا نأكل وليست معنا أمنا فاطمة أخذ الحسنان يغرولان إلى الحجرة جلس الحسن عن يمينها الحسين عن شمالها الحسن ينادي أمه يا فاطمة كلميني الحسين ينادي أمك يا فاطمة جاوبيني لا
لكن ما من جواب. تقول أسماء: والله الذي لا إله غيره لقد كسر خاطر الحسين. ليش يا أسماء؟ تقول: رأيته عند أقدام أمي فاطمة يقبلهما وينادي: أمه يا فاطمة كلميني قبل أن تخرج روحي من بدني. عند ذلك قالت لهما: يا سيدي اذهبا إلى أبيكما علي في المسجد وأخبراه بموت أمكما فاطمة. يلا أبيات الدعاء. وبالفعل صار الحسن والحسين يركضان إلى المسجد. استقبلهما الأصحاب: ما يبكيكما يا قرة عيني رسول الله؟ هل تذكرتما مصاب جدكما؟ قالا: لا لا، أوليست قد ماتت أمنا فاطمة؟ المصيبة وين؟ لما سمع أمير المؤمنين بذلك وقع علي على وجهه. نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات. رجع أمير المؤمنين، جلس بقرب حبيبته فاطمة. ماذا يقول لها؟ فاطمتي يا أنس العمر كلميني، فاطمتي آخر يا علي اسمعيني، فاطمتي لأموت بصوتك الحزين، فاطمتي فاطمتي يا شمس الروح لا تغيبي، فاطمتي يا وطن المرتضى الغريب، فاطمتي قولي لي بعد يا حبيبي. فاطمتي سعد الله الإمام الحسن والحسين وزينب. آخ يا يوم الليل كل ما أنام، يا يوم الدغر صوابنا بسغام، يا يوم أبكينا من بعدك تام. أخ يا زهراء مظلومة، يا زهراء مظلومة. يلا ساعدني يا زهراء.